في وسط الميدان سيرخيو بوسكيس، اندريس انيستا اللي ترك المكان لبيدرو رودريغيز، شافي ارنانديز. بدايه الشوط الثاني للريال، وفي المقدمه اليكسيس سانشيز، ليو ميسي وسيف فابريغاس. هذه اختيارات المدرب بيب غوارديولا. تعود الكره للسنادريال، يحاول المرور عبر بيبي كالعاده، صادرات الاستهجان باتجاه البرتغالي. اربيلوا في ظهر اريك ابيدال امام مسعود اوزيل. لا تغيير على مستوى التشكيله بالنسبه للريال منذ بدايه الشوط الثاني، في انتظار العمليات الاعمائيه اللي يقوم بها خاصه كريم بنزيما. تعود الكره لاوزيل، وعفوا من تشابي الونزو. اتاكتيا لبيبي من رامس، استلام الكره بيبي من جديد للحارس ايكر كاسياس. بالنسبه دائما نحكي على الارقام التاريخيه للبارسا، كذلك سنحكي على الريال. ترجع الكره بقطع اول والثاني من دانيال الفيس مع المهاجمين دانيال الفيس. تعود الكره من جديد لكن يخسرها مع بيبي. هذه الكره فابريغاس وترجع عكسيه باتجاه جونزالو ايغوين، وبينتو يلعب دوره كالليبيرو، يضع الكره في التماس. الريال عنده هوغو سانشيز، فاز بالحذاء الذهبي الاوروبي 38 هدف سنه 1990، وكريستيانو رونالدو فاز بالحذاء الذهبي الاوروبي 2011 ب 41 هدف. وهذه الهجمه السريعه، مساحات موجوده في دفاع الريال، هذا منتظر وهذا البارسا، ثم المرور للسرعه القصوى اللي يقودها ليو ميسي. ميسي مر ولكن في هذه المره يكسب ضربه مخالفه. ضربه مخالفه خطيره على كاسياس، كره ثابته قد تكون الاخطر على دفاع الريال. تدخل لسيرخيو راموس غير شرعي بالمره. ليو ميسي اللي الليله تشافي هرنانديز لم ينجح في هذه الكرة الثابتة على طريقة ميشيل بلاتيني، بيرن شوستر وكل من يلعب بالقدم اليمنى. مرة أخرى ينتظر الفيس، وينو الفيس؟ أو يصل متأخر البرازيلي، في العادة لا يصل متأخر، يعطي تمركز جديد لدفاع الريال، والكرة داخل منطقة الجزاء اليسارية الأرجنتينية. دخول لاعب عنده نزعة هجومية أكثر لسناديرا، دفاعي أكثر منه هجومي. الآن مارسيلو اللي سجل في هذا الملعب ضد الريال، ضد برشلونة في نصف نهائي العودة للشامبيونز ليج في شباك الحارس فيكتور فالديس. تعود الكرة لكارلس بيول، طويل على إيريك أبيدال، يستفيد أكثر في أوروبا لاعبا الأدوار النهائية. كريستيانو رونالدو على أربيلوا، ألونزو يوسع جول. لا، الحكم يقول نعم، هدف لريال مدريد أم لا؟ الحكم المساعد لم يحرك ساكن، ماذا هناك؟ تردد واضح من الحكم، تردد واضح من الحكم، هنالك دفع صحيح، لكن لماذا الحكم المساعد لم يرفع الراية؟ سنرجع للإعادة. هذه اللقطة راموس، عملية جلب على دانيال الفيس واضحة قبل الرأسية، إذا مخالفة لا غبار عليها، لكن وين الحكم المساعد؟ لم يرفع الراية، وهذا ما فسره حكم الساحة الذي لم يقرر إلا بعد تردد واضح. إذا هدف أبيض لريال مدريد مشاهدينا الكرام. دانيال الفيس طريح المعشب بفعل سيرخيو راموس. خوزي مانويل بينتو يغير على اليمين لدانيال الفيس. يعود عليه تشافي الونزو، واثنين وثلاثة والرابعة والخامسة والسادسة، وفي النهاية تبقى كتالونية، ويعطي كرة هجوم خطير لفريق برشلونة، يدخل منطقة الجزاء ميسي ويصطدم بالصليبة الدفاعية هذه المرة لفابيو كوينتراو. نوعا ما تائه فريق الريال في هذا الشوط الثاني على عكس ثوابته الهجومية في الشوط الأول. بوسكيتس، بينتو في هذا الشوط الثاني لم نشاهده كثيرا. هذه كرة سريعة وإمكانية أربيلوا يراوغ يوسع، وكرة بالراس، وبينتو في الاستلام. مجهود يذكر فيشكر لألفارو أربيلوا على يمين أبيدال، طبعا تمكن من الانفلات من جيرار بيكي، رأسية أولى لكن الثانية لم تكن. صراع الكرة بين رونالدو وبو
بوسكيتس، ودي كرة والتسلل على بيدرو رودريغيز. الراية يرفعها الحكم المساعد الثاني. الابتسامة لصاحب الأهداف الغالية كان حاضر بيدرو. بيدرو وكوينتراو، دائما كوينتراو هو الشك الكبير في تنظيم دفاعي للخط بالنسبة لريال مدريد. كوينتراو، كاليم، بيكي بكرة بعيدة، مر في وسط الميدان، جابي ألونزو على جنب لأربيلوا، لكن يعود كل الدفاع الكتالوني، التسديد مباشر وبعيد، يعني مسعود أوزيل يعطي كرة ممتازة لكريستيانو رونالدو، يراوغ ويسدد، جول، يتلاعب في الدفاع الكتالوني، يراوغ الحارس بينتو ويعود بالريال، يعود بالريال على طريقة الأبطال. كرة رائعة من عازف الليل مسعود أوزيل، مراوغة تمويه من كريستيانو رونالدو، والكرة في الشباك الكتالونية. لقطة فنية برتغالية من أعلى طراز، من أجمل أقدام هذه المرة للاعب عالمي يؤكد كل القيمة، للمرة الثانية متتالية يزور الشباك الكتالونية. الفيديو أو عيون الصقر لا تابع، تابع اللقطة. سيف فابريغاس يشكو هذه اللقطة. لا 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 لا، بيبي لم يتوب هذا اللاعب، التوبة لهذا اللاعب غير موجودة، ورقة حمراء. بيب غوارديولا نجاح منقطع النظير، المدرب الذي لم ينهزم في مدريد أبدا أبدا في 7 مباريات، 5 انتصارات وتعادلين، أرقام خرافية لبيب غوارديولا كخليفة لفرانك رايشكار. كرة باتجاه رونالدو بالرأس، وتدخل لبينتو، بينتو اللي زار شباكه رونالدو ذهابا وإيابا إلى حد الآن. 119 مباراة لرونالدو، 116 هدف، أرقام تاريخية لنجم الكرة البرتغالية. مرتدة الكرة لكريم بنزيما، بنزيما يراوغ، بنزيما يسدد، جول 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 جول، كريم بنزيما يعود بالفرقة المدريدية إلى الأجواء الاحتفالية، هدفان لهدفين. بيب غوارديولا في حاجة للمية، أكيد الريال يعود بثوب الأبطال، يعود بتخلف بهدفين لصفر، كرة مرتدة تسبب فيها بيكي، مراوغة لكريم بنزيما، ونجم الكرة الفرنسية يزور الشباك الكتالونية للمرة الثانية في هذه الأمسية الكروية. المباراة تعرف خطورة كبيرة، الكلاسيكو مشاهدينا الكرام، أهداف بالتمام والكمال، بالتساوي، بكرة الجمال والدلال بين الفريقين. الريال لم ييأس، الريال بالانتفاضة. بيدرو رودريغيز قبل الركنية، دفاع الريال يخرجها، والركنية للبلاوغرانا. اللي جرى لمانويل بينتو والكتيبة الكتالونية في هذه اللحظات المدريدية. ما زال الوقت، ما زال الوقت، وكل شيء ممكن في عالم كرة القدم، كل شيء ممكن في عالم كرة القدم يا شباب. استعراض العادة يا سادة موجود في الكلاسيكو. نتابع الركنية، خروج لإيكير كاسياس بامتياز، يحاول أن يستقص راموس، وكرة باتجاه كريم بنزيما، بنزيما، الريال يلعب ورقة التأهل. مسعود أوزيل يسدد، والكرة بالركنية، الريال قريب من اختتام ورقة التأهل من ملعب الكامب نو بالذات، أمام برشلونة العملاق بالذات، والريال عملاق كذلك. ريال مدريد أفضل مباراة للريال على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الواقعي يلعبها في آخر كلاسيكواته مع نادي برشلونة. مسعود أوزيل في الركنية، أوزيل يوزع اللمسة الرأسية من بيبي، وتبقى الخطورة قاتمة، لكن في النهاية جرانيرو يحصل الكرة، يسترجعها الريال هذه الكرة مرة أخرى. أربيلوا، فابيو كوينتراو، كل غلطة بحساباتها، كل غلطة بعقاباتها، نهاية تكون دراماتيكية لأحد الفريقين.
اكيد اكيد اكيد. الان الكلاسيكو مرهون رهين غلطه فرديه، رهين انجاز فردي من احد اللاعبين والنجوم. تعود الكره كتالونيه تشافي، دانيال ألفيس، الحكم يعطي مخالفه، بنزيما كرة الورقة كرة الرائعة الكريم بنزيما من فابيو كوينتراو في دار الدفاع في دار كارلس بيول. والخوف والرهبة، الرهبة في مدرجات ملعب الكامب نو. جمهور كاتالونيا واقف على أعصابه، يعرف النهاية وقد يتغير الحال، ونعرف أن الريال يريد أن يمسي عليكم. حوار بيدرو رودريغيز داخل الرباعي الدفاعي لفريق الريال، وليو ميسي صدت كورة لبضع مليمترات من الحارس كاسياس. التصويب الأرجنتيني لم يكن بالدقة المثالية، لكن يبقى فريق برشلونة مهدد على طول على طول على طول بورقة الخروج في حالة قبوله لهدف سيرش. كرة طويلة من بيبي، دوزيل مفتاح اللعب للريال، الكرة طويلة في دار الدفاع لكريستيانو رونالدو اللي يتفوق على جيرار بيكي. رونالدو في منطقة الجزاء، رونالدو صدد واستباقة دفاعية لماسكيرانو. خطورة الريال، جمهور البارسا بالاختراع بالدربكة بالبلبلة، خطورة كبيرة للريال، خطورة كما لم يعرفها الريال من قبل. وهذه كرة مرتدة من نفس العصية، وكريم بنزيما عايد من موقع متسلل. كنار في النهاية الخطيرة بين برشلونة وريال مدريد. بيكي يعطي كرة لميسي، ميسي مر، ميسي هرب، ميسي هرب، ميسي يعطي كرة لكن إيكير كاسياس. كاسياس أسرع من جيرار بيكي. شافي، ميسي، ميسي يتقدم، ميسي يتقدم ويصدد بجانب الحارس إيكير كاسياس. كرة أرجنتينية خطيرة مرت بجانب الكتيبة الإسبانية المدريدية. يذكرنا ميسي دائما بالهدف اللي سجله ضد ادوين اودوزيل. يحسن الكرة مع خافير ماسكيرانو، وسريع بيدرو رودريغيز، وبيدرو يعطي كرة لم تصل إلى ليو ميسي. يستفيد من الريال، تولعت المباراة، النار النار عليها فوق الميدان. وهذه كرة من تشابي الونزو يخسرها مع الثاني ألفيس، والحكم يعود المخالفة، يعود يتمنى رأسية بيبي. وهذه كرة في نقطة الجزاء، وكرة كرة بضربة مرمى كريستيانو رونالدو. القلوب ترتجف ترتعد، أفضل نهاية لكلاسيكوات هذا الموسم. أكيد لم نشاهد هذا التشويق أبدا في كلاسيكوات برشلونة ريال مدريد الأخيرة. بالتأمين تشابي ألونزو يوسع في القلب الثاني على الارتداد الدفاعي، ما زالت الخطورة على الدفاع بلاو جراما. أربيل ترجع من جديد من كاليفان لفابيو برشلونة، يغير المكان لدانيال ألفيس في عكس الهجوم مع كوينتراو. ألفيس يوسع، بيدرو رودريغيز لم يكن بالامتياز. الحكم فرناندو في الثالث على التأهل ريال مدريد إلى الدور القادم بعد التعادل المثير مع فريق برشلونة بهدفين لهدفين.